أبو أحمد، أنت اليوم شاعر، توجه الكثير من الشعراء لمصطلحات ومجال الحب، الغزل، لمس العواطف لدى المستمع. هذا موضوع كبير واسع جدا يطول فيه الحديث. أنا يهمني أن ألتقط خيط ومحور، وأريد أن أسمع تعليقك على هذا الموضوع. هل مشاعر الشعراء في كتابتهم للأبيات الغزلية، أبيات الحب، الغرام، هل هي مشاعر حقيقية تعتمد على أحداث معنية ومعينة، أم أنها مشاعر مزيفة يضحك بها على المستمع، أم أن هناك، ما أدري كيف أصفها، ولكن أقدر أقول حالة درامية يعيشها الشاعر في مخيلته؟ والله أنا لا أتكلم عن الشعراء وأكون وكيل آدم على ذريته، وإنما أتكلم عن نفسي أنا. فطبيعي أنا لما أكتب القصيدة أكتب شيء يلامس الجمهور، ففي الجمهور في الناس المحبة والمعاتبة والمشتاقة، فنكتب على أحاسيسهم. أنت هربت من السؤال بشكل ما أو بآخر، ولكن أنا مصر أن أتوقف عند هذا السؤال. كشاعر لست على قولتك يعني ربما أتلبس الشعور فأكتب على اللحظة عادي، يعني مستحيل أنه أنا مثلا في أسبوع أو في شهر، يعني مثلا حتى أكون حبيت وافتقدت وعاتبت، فما يجي. وإنما أتصنع الشعور وأكتب على إذن هي حالة درامية، أقرب إلى أن تكون حالة درامية يعيشها الشاعر. نعم، ما بين حب، عشق، غزل، يعني حزن. لو تلاحظ يعني في قصيدة قديمة فيها غزل، وبعدها قصيدة فيها شوق، وبعدين قصيدة حديثة غزل وعتاب، فكيف يعني؟ لو تكلمنا عن الحب والغزل بصفة خاصة، وكما ذكرت في السابق كان لها روايات وقصص، الشعراء ما كتبوا إلا من قصة واقعية حدثت. صحيح، قيس وليلى وقص عليها الكثير كثير، لكن أنا سبق قلت لك أنا ما يوكل آدم على ذريته، أنا أتكلم عن حمدان الهلالي. أنت لك باع كبير في مجال الحب والعشق، تكاد تكون 70% إلى 80% طيب من تغريداتك في تويتر عن ليه ما تطرقت للحب الوطن، قصائد الوطن؟ رجعي علي، لكن أنا ليه ما تطرقت للقصائد النصح؟ على قولة الإعلامي عمار تقي مقدم برنامج الصندوق الأسود يقول دع القيادة لنا واستمتع. الشعر الغنائي، ننتقل لمحور آخر، أنت مصر عند إجابتك وهذه وجهة نظرك وتحترم نظر يعني. بلا شك الشعر الغنائي نوع من أنواع الشعر وأبرزها طبعا على الساحة، قد يكون كذلك للحب والغزل عواطف دور كبير في ظهور الشعر الغنائي، إلا أن مجتمعنا أو حتى محيطنا، أتكلم على المستوى الشعري، محيطنا الشعري ينبذ هذا المجال، ولكي أكون منصف كذلك من النادر أنك تجد تعاون لشاعر من شعراء العرض الجنوبية في مجتمعنا، أو حتى النظم أو حتى المحاورة في مجتمعنا الشعري، أؤكد على ذلك مجددا، وفي محيطنا الجغرافي من النادر جدا أن تجد تعاون في مجال الغناء. نحن نتحدث عن مجال الغناء، يعني محمد بن حوقان المالكي كان له تعاون مع أبو نوره محمد عبده، يعني برأيك ما السبب في الابتعاد عن مجال الغناء؟
ممكن تقول عادات وتقاليد، ممكن أو حرية شخصية لدى الشاعر. هل العادات والتقاليد ممكن تقف حاجز أمام الشاعر؟ ممكن. يعني أنا أذكر التصريح للشاعر صالح بن عزيز على الإعلامي علي العلياني في مجموعة إنسان في قناة بي سي، ذكر أنه طلال مداح طلب منه قصيدة في بداياته ولكنه رفض، وقال لو كنت أو لو عاد المشهد اليوم كان كتبت له بدال القصيدة 20 قصيدة. يعني نحن نتكلم عن اليوم مثل ما ذكرت لك، والأمر يعود الحرية الشخصية. ولكن لو تكلمنا، أنا أبغى أتكلم عن اليوم. أنا لو أتاني عرض ما راح أتردد أكيد. أوه. برضه سؤالي أنه في السابق العادات والتقاليد، اليوم أنا أعتقد أنه في شيء غير العادات والتقاليد يقف حاجز أمام الشعراء أنهم ما يدخلون هذا المجال. هل نظرة المجتمع تتوقع؟ يعني الشاعر مثلا يكتب قصيدة غزلية أو يسوي شيلة هي نفسها الأغنية، إنما لحن وموسيقى، المحتوى نفس المحتوى. أبو أحمد، طيب ننتقل إلى جانب ثاني يخص الشعراء، سجال الشعراء، الخروج عن النص ببعض المفردات والمصطلحات التي لا تليق على المنصات أو حتى المسارح، والبعض يتهم الشعراء أنه اتفاق قبل أن يدخلون الحفلة أو حتى قبل أن يدخلون إلى المسرح، ما تعليقك على الموضوع؟ والله أنا ما أؤيد الشعر النازل نهائيا، حتى وإن كان اتفاق، حتى وإن كان إرضاء لرغبة الجمهور، فالنازل نازل والخارج عن النص ما حد يقبله بشكل. لأن الشاعر يتابعه كبير وصغير، فزي ما تقول أن الشاعر مؤثر في مجتمع. نعم، لهم معجبين، لهم محبين، قدوة. فأنا لما أظهر في برنامج أو في حفلة أو في شاشة أود أن أظهر بشيء لائق، أولا يعكس تربيتي أنا كحمدان، وشيء ثاني يستفيد منه المتلقي أو المعجب. يعني في وجهة نظرك أن السجال أو الشعراء الذين يخرجون عن على قولتهم الطريقة المنحدرة، هل تؤيد أنه لا يستدعون إلى الشعر أو إلى منصات الشعر؟ أنا طبعا في أسماء من دون ذكر أسماء، ولكن بدون ذكر في رموز صحيح متصدرين الساحة. صحيح، وأنا شخصيا لو تحصل عندي مناسبة مستحيل أن أدعو نهائيا. أنا أبغى كلام مرتب، كلام محترم، كلام يليق بي أنا ويليق بهم ويليق بالجمهور والمستمع، ما أبغى كلام نازل. كلام النازل. قبل أن أنتقل لمحطتنا الأخيرة أو حتى محورنا الأخير، أود أن أسمع جمهورك لا يريدون مقابلة اعتيادية. أنا أعطيتك قصيدتين غزلية فسألت وعللت وحاولت فصرت أتلاشى قصائد الغزل، لكن حاور عديناها. بسمعكم غزل يقول: امشي على عرش الغنج يا سيدة كل الوصوف، تمايلي هيبة وزف خطاك بشويش ومهل، يزهاك تمجيد الشعر وتغازلك كل الحروف، القافية في خربك غزل والصعب لعيونك سهل، أنواع وجناس البشر مشاقني مثلك هنوف، أعظم إبداع الولي أنواع وجناس البشر مشاقني مثلك هنوف، أعظم إبداع الولي وأعجب بوصفك واندهل،
في كبني أحلامي طموح وعز وهيام وشغوف ما كل له باس الزمان ولا جحدك ولا جهل حبك على قد الولة اللي تحدتها الظروف رغم المسافة لا ترى طيفك ببالي يسفهل أسامر حب وغلا وقبله شوق وحسوف يفز لك قلبي هيام ولا لفيتي يبتهل متفردة في كل حالاتك وعيني ما تشوف إلا أنت يا الغر والفتون يا من على قلبي عهل يحتار فيك النابغة ويضيع منك الفيلسوف طلت محيا وجهك النير قمر شعشع وهل لا يلحقك باس الزمن شكة ولا يخشاك خوف حصان حبك ما لغيرك يا هوا قلبي صهل صحن سامك صحن جنك يعني أنا ودي أعود للبحور حق الشعر والحب والغزل. آخر محطات حوارنا الجن ارتباطها بالشعر بالشعراء في المفردات التي حتى يتحدى بها الشاعر في بعض الأحيان على المنصات والمسارح. البعض ينسب الشعر إلى الجن والبعض ينسب إلى الثقافة والبعض ينسب إلى الموهبة. يعني ما هي نظرة حمدان للموضوع بشكل عام؟ والله أنا أتكلم عن حمدان فالشعر والجن لا يوجد لهم أي ارتباط؟ حمدان طبعا ما يوجد بينهم أي ارتباط، إنما الشعراء ممكن شاعر يتقول بنفسه أنه أنا عندي قرينة أو ما شابه ذلك، فكل شخص عنده قرين كي يخوف الطرف الثاني فقط لا غير. أما علاقة الشعر والجن فأعتقد أن نهائيا لا يوجد. أنا أتكلم تميل للثقافة؟ نعم، موهبة إلهية، موهبة. يعني أنا يعني متعجب من إجابتك. أسماء فطاحلة في الساحة الشعرية ممكن تغنوا، ممكن يتغنون، حتى أنا حتى أنا تغنيت لكن يبقى أو تبقى إجابة. ربما أنا أتكلم وسبق قلت لك أنا لست بوكيل آدم على ذريته، أنا أعطيك الإجابة عن حمدان، ممكن شعراء آخرين الله أعلم، لكن حتى أنا سمعت شعراء من العصر القديم في الزمان الأولي يقال أنه له علاقة، أنه عنده قرينة أو ما يسمى عندنا هنا في الجنوب سقية. أبو أحمد، في ختام هذه السلسلة من برنامج ساعة الزمن، لو تحدثنا عن مستقبل حمدان أين يرى نفسه؟ والله بمشيئة الله أن أبلغ المراد. سؤال آخر، ما هو مراد حمدان؟ مراد حمدان مفاجأة، الوصول للقمة التي بإذن الله يريدها حمدان شعريا بإذن الله، مكانة بإذن الله، وموهبة بإذن الله، هذا هو المراد. لكن كل أمر يندرج تحت المشيئة بلا شك، فإن الله سبحانه وتعالى كتب لنا التوفيق والوصول فسوف نصل بإذن الله. الهمة والإرادة والموهبة موجودة، الباقي على الله سبحانه وتعالى. كل الدعوات والأمنيات لك بالتوفيق في قادم الأيام. لو عندك شيء تريد أن تضيفه، نقطة تود أن تعرج أو تعلق عليها، المجال مفتوح لك. إضافة هي نقطتين طبعا، الأولى لأي شخص يمتلك موهبة، أي شخص يمتلك موهبة لا يتردد مهما كانت الظروف، ثق بنفسك واستعن بالله، ستلقى محبطين، ستلقى محفزين، الكلام أو الانتقاد البناء خذ به، الهدام خلف ظهرك. فهذه نصيحة لكل شخص عنده موهبة ويمتلك موهبة، ستجد الكاره وستجد المحب،
خذ من ذلك وخذ من ذلك. النقطة الأخيرة، للوطن علينا حق بلا شك، وحب الوطن فوق كل حب. بختم بقصيدة وطنية وعسى أن تنال على الإعجاب. تفضل. الحمد لله، دارنا بمن وامان في ظل من كم الحقوق الرعية، دار على سنه وملها وقرآن تحكم بشرع الله وسنة نبيه. يا دار حبك ما يقدر بالأثمان، حبك يفوز وياخذ الأولوية، ما همنا كلمة منافق وخوان، ولا نستمع لأهل القلوب الردية، ولا متواصل على مر الأزمان. أرواحنا لجلك تقدم هدية، نرفع جنابك فوق يا خير الأوطان، ونغني بحبك لحون شجية. نرفع جنابك فوق يا خير الأوطان، ونغني بحبك لحون شجية. نفخر بدار عزها الله بالإيمان، حكامها تلقى لهم قابلية. سلمان قايدنا المحنة كحيلان، ومهندس الرؤية محمد ولية. ما دام في الدولة محمد وسلمان، الدار معمورة والأنفس رضية. صح، سلامتك. صح الله بدنك. والله يعز الدار، اللهم يعز شعبها. اللهم أمين. الشاعر الصديق حمدان الهلالي، شكرا لك على ساعة الزمن. العفو والشكر موصول لك يا أستاذنا وحبيبنا وأخونا عبد الله حباب المالكي. سلام. على الاستضافة والكلام الجميل والحوار الجميل. تستاهل أبو أحمد، ونحن من الداعمين لك، وكما ذكرت سابقا وأعيدها، كل الدعوات والأمنيات لك ولكل مبدع، بالتوفيق والنجاح دائما. اللهم أمين. الشكر موصول لكل من شاهد وتابع سلسلة ساعة الزمن. إلى أن نلتقي في سلسلة جديدة، تقبلوا تحياتي وطاقم العمل والبرنامج، فمان الله.